زملائنا الكرام، متابعينا الأعزاء، بسعدني ألتقي فيكم بمؤتمر دنتيست أونلاين لأول مرة. أنا الدكتور محي الدين تتونجي، رئيس قسم جراحة الفكين بمشفى الرازي. نحن اليوم موضوعنا رح يكون على الأميلوبلاستوما. بتمنى أنه تكون الفائدة معممة للجميع، وبشكر كل القائمين على المؤتمر. مشكورين. رح نبدأ محاضرتنا اليوم عن الأميلوبلاستوما. تمام. الأميلوبلاستوما مثل ما معروف هو ورم سني المنشأ، هو أو من الأورام السنية المنشأ، هو من الأورام الشائعة. تمام. عم لاحظ تكرر ظهوره حاليا في الأوقات الحالية بنسبة مرتفعة. تمام. وبالنسبة لمشفى الرازي لاحظنا عدة حالات، يعني بمعدل توارد 5 حالات أو 6 حالات شهريا. تمام. الأسباب العائدة لهم في اهمال صحه فمويه كثير سيء بشكل اولي، عدم متابعه للمريض، من ناحيه اجراء الصور الشعاعيه او كذا. في عوامل متعدده نشات عنا، فلاحظنا انه تكرار هالحالات حبيت احكي عنها في هالمحاضره اليوم. هلا الاسباب، بالنسبة لأسباب الأميلوبلاستوم بشكل عام، هي غالبا بتكون هي البقايا البشرية، البقايا البشرية الموجودة، إما البقايا الدنتال لومينا أو الإنيمال أورجن أو الإبثيليال ليمينينج أوف أودونتوجونيك سايست أو باسيال سيلز أوف أورال ميكوزا. الأميلوبلاستوما بشكل عام هي من أكثر الأورام السنية الشائعة، نادرة عند الأطفال، غالبا هي بتكون ما بين العمر 30 و 70 سنة، أكثر العمر، أكثر الأعمار اختيارا هي ما بين ال 30 وال 45. تمام. نسبتها 80 ل 85% بالفك السفلي، مثل ما ملاحظين التقسيم الموجود عندك هي بزاوية الفك السفلي، منطقة المثلث خلف الرحوي بنسبة 66%، في المنطقة الأمامية بنسبة 10%، في منطقة الثقب الذقنية 11%، بالفك العلوي هي الأكثر ندرة. تمام. هي بتكون بطيئة النمو وما في نقائل. تمام. ما في نقائل، ممكن يكون في احيانا نقائل وتتحول لماليجنانت اميلوبلاستوما. نكس بالنسبه للاميلوبلاستوما عالي بسبب نمو الخلايا في الجدار الكيسي. الاميلوبلاستوما لاحظين لها اشكال متعدده، بتسبب امتصاص في جذور الاسنان، بتسبب لنا امتصاص في جذور الاسنان مثل ما ملاحظين على الصوره الشعاعيه، امتصاص عظمي واسع. تمام. سريريا اما بتكون انترا اوسيوس او اكسترا اوسيوس، داخل عظميه او خارج عظميه. بالنسبه للانترا اوسيوس يعني الداخل العظميه، فاما بتكون متعدد الحجر او وحيد الحجره. بالنسبة لوحيد الحجرة غالبا ما بترافق مع الأكياس التاجية، حتى الأكياس التاجية ممكن في التشريح المرضي نلاحظ بعض مواضع منها يكون في عندنا تحولات لأميلوبلاستوما. وأيضا مثل ما بنعرف إنه بالكيس التاجي ممكن لازم نتحرى بشكل كامل، بطانة الكيس التاجي، لأنه ممكن كمان يكون في عندنا تحول للإس سي سي. بهالحالة وقت تكون في عنا وحيد الحجرة بكون هو قليل النكس، والاستئصال والتجريف بكون واسع، بشكل جيد، التجريف بكون جيد كافي ليقلل لي من نسبة النكس بدون إجراء القطع العظمي. غالبا بتطور ب 80% من الحالات بتطور عند الرحى الثالثة السفلية. مثل ما لكم ملاحظين عنا رحى ثالثة منطمرة بزوغ جزئي، متشكل كيس، بالتحري عنه لاحظنا وجود في تحول لأميلوبلاستوم. ممكن يكون عندنا الأميلوبلاستوما وحيد الحجرة أيضا في منطقة
في منطقة الثقب الذقنية، تمام، فقط بقايا ملازير، تمام، أو بقايا الكيس السني لسن مفقود. بالنسبة للهيستوباثولوجي في عنا عدة أشكال، إما اللومينا أو الانترالومينا أو ميورال. الميورال هو الأكثر الأشكال الحادة القابلة للنكس، وأكثر الأشكال أجريسيف بالنسبة لأنواع الأميلوبلاستوم. بالنسبة للأشكال المتعدد الحجر، بالنسبة للأشكال المتعدد الحجر هو بيتمدد بيرافقه تمدد في الصفائح العظمية، بتمدد بلاحظ انه في تمدد بالصفائح العظمية القشرية، الصفيحة اللسانية والصفيحة الدهليزية، وايضا بتكون غالبا بدون الم، غالبا تكون هالتمدد والانتباج بدون الم. المالتي اوكيولار بنلاحظ الشكل الشعاعي له، اما في عنده اشكال شكل قرص العسل وتكون مثل ما لكم ملاحظين بالصوره الاولى هاني كومبيند، هذا بيكون بالاشكال الصغيره بياخذ شكل قرص العسل. اما في الاشكال الكبيره، تمام، صوب بابل، بنلاحظ انه في عندنا شكل فقاعات الصابون. الصوره الثانيه بتوضح لك اياها، مكان المؤشر بياخذ شكل فقاعات الصابون. طيب differential diagnosis، هل الشكل هذا شكل فقاعات الصابون خصوصا بترافق مع الشكل الشعاعي مع الجنت سيل جرانيوم، تمام، ايضا مع البراون تيومر، لكن في البراون تيومر ممكن انه نلاحظ في عندنا ارتفاع نسبه الكالسيوم في الدم. التحليل الدموي والتحاليل الدمويه ممكن تساوي لك differential diagnosis عن طريق التحليل، نلاحظ ارتفاع نسبه الكالسيوم في الدم، تمام، والبي تي اتش، تمام، بكون بترافق مع فرط نشاط جرات الدرق. طبعا هلا بعد ما انتقلنا من التشخيص التفريقي، التشخيص النهائي راح يكون للخزعه على الهيستوباثولوجي. الاشكال الشائعه هي شكل الجريبي والضفيري، تمام، وهو راح يعتمد على تخطيط خطه المعالجه في النهايه. المعالجه، فاما بالتجريف او الانكوليشن او البلوك ريسكشن. البلوك ريسكشن دائما عندنا حواف امان تتاخذ ما بين 1 ل 1.5 سنتيمتر. اما الراديشن ثيرابي فهي غير منصوح فيها، ولوحظ بعض حالات تحول للخباثه في اثناء التعرض للاشعه، في اثناء التعرض للاشعه. طبعا تجريف التجريف والانكوليشن هو ينصح فيه بالحالات الوحيدة الحجرة، اما البلوك ريسكشن فاما بس يكون في عندنا متعدد الحجر فالبلوك ريسكشن هو خيارنا الاساسي راح يكون. الاكسترا اوسيوس او المحيطي، في عندنا اشكال منه لاطئ او معنق، تمام، نسبته 1 ل 10%، تمام، بيختلط ايضا مع الفيبروما او البايوجينيك جرانيوم. الصورة التالية بتوضح لك اياها، لاحظين تمدد بالأغشية المخاطية بشكل واسع، تمام، مثل ما ملاحظين على الصورة بالإكسترا أوسيوس، تمام. الإكسترا أوسيوس أيضا ممكن ترافق مع الإنترا أوسيوس بالحقيقة، تمام. ملاحظ وجود كمان كيوبيد أوت بالمنطقة القوس السنية. طبعا بالاكسترا اوسيوس المعالجة تكون لوكال اكسيجن، القطع الموضعي، النكس نسبة 20%، النكس نسبة 20%، التحول للخباثي هو نادر. الاميلوبلاستوما في الفك العلوي، طبعا الاميلوبلاستوما في الفك العلوي هي اندر، تمام،
في ملاحظة بالنسبة للأميلوبلاستوما بالفك العلوي، أنه هي ملاحظ في شغلة مهمة، أنه مجاورتها لبنى حيوية مهمة، تمام؟ للجيب الفكي، لقاع الحجاج، وصولا إلى العين. ممكن توصل كمان أيضا للمنطقة الدماغية. ملاحظ وجود ضبابية، ملاحظ وجود ضبابية في الجيب الفكي المصاب، تمام؟ وغالبا هي بتكون في منطقة الإرهاق الثالثة العلوية. النوعية القسم الثاني حكينا عن البناين أميلوبلاستوما، هلا عم نحكي عن المالجنت أميلوبلاستوما. هي نادرة، نادرة نسبتها 1% من جميع الأميلوبلاستوما. الميتاستازيس بتكون للرئة وأيضا للعقد اللمفاوية تحت الفك والعقد اللمفاوية الرقبية. تشخيص تفريقي، تمام؟ التشخيص التفريقي بالنسبة للأميلوبلاستوما لازم تتميز عن الاس اي سي بشكل كامل، أو كارسينوم أميلوبلاستوما. لاحظين الانتقالات للرئتين. طبعا رح نستعرض الآن مجموعة من الحالات وطرق معالجتها. الحالة الأولى اللي اخترناها، هي عبارة عن أميلوبلاستوما موجودة في الشعب الصاعدي، تمام؟ ملاحظين بالصورة A، تمام؟ ومترافقة مع وجود رحى ثالثة سفلية منطمرة، تمام؟ ممتدة، مسببة تمدد للصفائح القشرية. طبعا الاجراء الجراحي اللي تم حاليا هو اجراء انكوليشن للمنطقه، مع تجريف الكيس، بطن الكيس والاميلوبلاستوما بشكل كامل، واستئصال السن الراحه الثالثه السفليه الموجوده ضمن لمعه الاميلوبلاستوما، واجراء دك كمان لضماد البيب موجود متوفر بالأسواق، أو ضماد الأيودين الجاهز. هاي الحالة الأولى بعد المتابعة، لاحظين عودة الصفائح القشرية لوضع الطبيعي، تمام؟ عودة التكلس العظمي في المنطقة بشكل جيد، تمام؟ والمنطقة هاي متابعة تقريبا بعد سنتين تمت. الفرق ما بين الأول الحالة، متابعة أول الحالة، تمام؟ والفرق في النتيجة النهائية. طبعا الحالة الثانية مثلكم ما كنتم ملاحظين، العمر المريضة عمرها 12 سنة، الآفة شاملة لعدة أسنان، الراحة الثالثة والثانية الأولى والضواحك، لاحظين امتصاص في جذور الأسنان، تمام؟ ايضا كان الخيار العلاجي عندنا هون الانكوليشن بالنسبه للآفه. تم وضع دك ضماد البيب، تمام، في المنطقه. الحاله الثالثه الموجوده عندنا هي حاله اميلوبلاستوما متعدد الحجر، اخذ شكل قرص العسل ومسبب الدفع للصفائح القشريه، تمام. الخيار اللي كان موجود عندنا هو خيار القطع العظمي، تمام، مع وضع صفيحه ريكونستراكشن. تم اجراء القطع العظمي ووضع صفيحه ريكونستراكشن للمحافظه مشان اجراء التطعيم العظمي في وقت لاحق. الحاله الرابعه مثلكم ما ملاحظين هي حاله واسعه، تمام، في امتداد للآفه واسع، تمام، يمتد من اسفل اللقمه الفكيه الى منطقة نصف جسم الفك السفلي،
تمام، نصف الفك السفلي. بيشمل نصف الفك السفلي. بنلاحظ شكل فقاعات الصابون بالصوره بي. ايضا في تنخر واضح بالصفائح القشريه، في تنخر الصفائح واضح. كانت خطه المعالجه هي اخذ طعم حرقفي، تمام، تطعيم باجراء طعم حرقفي مع وضع صفيحه ريكونستراكشن في المنطقه، تمام، واعاده البناء، تمام، لمنطقه الفك السفلي مباشره. تم اخذ طعم حرقفي من المريض. طبعا الحاله الخامسه وقبل الاخيره، ملاحظين افه اميلوبلاستوما واسعه، تمام، في المنطقه اليسرى. على الصوره الشعاعيه ملاحظين انه شكل قرص العسل، اخذ شكل قرص العسل بشكل كامل. ايضا تاكدنا منها بالخزعه النسيجيه لتاكيد التشخيص التفريقي. ملاحظين بالسي تي هو تمدد في الصفائح القشريه للعظم. تم اجراء طباعه ثلاثيه، والتاكد واجراء محدده وصناعه محدده واخذ محدده كامله لتحديد مكان القطع العظميه وتثبيتها في مكانها، المحافظه على مكان القطع العظميه ايضا بدون تحريك اللقم او موضع اللقم او موضع القطع العظميه اللي بدها تبقى السليمه، تمام، ومن ثم اجراء قطع للفك السفلي. تم تكييف صفيحة الريكونستراكشن بمكانه واخذ طعم حرقفي. تم وضع صفيحة الريكونستراكشن بمكانه ومن ثم ازالة المحددة اللي تم صناعتها او تكييفها مسبقا على التصوير ثلاثي الابعاد. هذا الطعم الحرقفي مثل ما لكم ملاحظين تم تكييفه بشكل كامل، وضع صفيحة الريكونستراكشن تثبيتها بالبراغي. المنطقة اللي بنستأصل فيها منطقة الحرقفي العظم، تمام، ممكن ايضا اجراء قطع خاص، تمام، بصفيحة خاصة لتكييفها تماما مع شكل الفك السفلي بما يتناسب مع شكل الفك السفلي واستدارة الفك السفلي من منطقة الحرقفي. الصورة الشعاعية بعد وضع الصفيحة، صورة بعد اندماج العظمة، تم وضع غرسات سنية للمريض. المريض حاليا سعيد بوضعه. بالنسبة للطعوم، الطعوم الضلعية، دائما تفضل الطعوم الضلعية هو من الطعم من الضلع السابع والثامن، الأضلاع غير السائبة، تمام، وبدون أذية، تمام. ناخذ منها جزء غضروفي، الجزء الغضروفي بمنطقة اللقمة، وأيضا ناخذ منها القسم العظمي بالصفائح القشرية، بالصفائح القشرية القاسية أيضا، وبالعظم الإسفنج. هي حالة طعم ضلعي موجود، تم تكييفه، تمام، تم تكييفه قسمه لقسمين. ممكن ايضا كمان عن طريق منطقة الشظية بالقدم، وهي اكثر استعمالا حاليا. الحالة الاخيرة هي الحالة المميزة لمريضة بعمر 18 سنة. ملاحظين تمدد واسع في الصفائح القشرية، وايضا امتداد كبير، توسع كبير في المنطقة. صورة ثلاثية الابعاد توضح لك مدى التخرب العظمي. تم اختيار خطة المعالجة بالمحافظة على اللقم واجراء قطع كامل للفك السفلي، واستئصال كامل الكتلة.
تم اخذ مايكرو فايسكولار فيبيولا فلاب بهالحاله. هي بنلاحظ انه اخذنا من منطقه الشظيه تمام، وتم تكييفها، تم تكييفها في بشكل الفك السفلي، تم تكييفها على شكل الفك السفلي، ووضع غرسات سمنيه في ان واحد. الحاله بعد المنطقه الممكن ناخذ منها من الفابيولا طبعا تكون مايكرو فيسكولار معاد، بتنوصل مع بتم المفاغرة اما مع الشريان الوجهي او مع الوريد الوجهي. طبعا في النهاية رح نستعرض فيديو تمام بوضح لنا طريقة الاستئصال وتصميم القطع العظمي. مشان ملائمة مع مكان القطع المنساوي بالفك السفلي. طبعا طعم موعد تكييف صفيحة الريكونستراكشن مع الفك السفلي بشكل كامل. طبعا الفيديو الثاني راح يوضح لنا كمان عن إمكانية أخذ طعوم بالقحف ومشاركته مع طعوم ضلعي. Incluidas las técnicas microquirúrgicas. La técnica elegida fue una de las más complejas. Implica la obtención de un doble injerto, hueso craneal y costilla. El tiempo iba a demostrar que fue un acierto. En primer lugar, se toma un fragmento de la zona parietal del cráneo, destinado a reconstruir la zona horizontal de la mandíbula. A continuación se toma un injerto de costilla, que incluye un fragmento de hueso para la parte vertical de la mandíbula y un fragmento de cartílago destinado a crear una nueva articulación. Los fragmentos de injerto son fijados mediante unas mini placas de titanio con tornillos del mismo material. Ambos se integran formando una neomandíbula. في منطقة جسم الفك. أما العظم الطعم الضلعي فهو مناسب تماما للتعويض عن اللقمة، مناسب تماما للتعويض عن اللقمة ونمو اللقمة وحركة اللقمية بسبب وجود الغضروف موجود فيه. Al cabo de 4 meses, su dentista coloca una prótesis fija que hace olvidar a Juan la operación sufrida años antes. Nos lo cuenta con gran satisfacción tras varios años utilizando su nueva dentadura. La ausencia de complicaciones hace que apenas tenga recuerdos desagradables del tratamiento de su grave enfermedad. مدة 3 أسابيع منع لتحرك القطع العظمية خصوصا في حالة استئصال اللقمة الفكية، وضع زرعات سنية والتعويض النهائي. طبعا التعويض العظمية والطعوم العظمية ممكن إجراءها بشكل أسهل بالفك السفلي. طبعا اخيرا عن التعويض بالفك العلوي بالنسبه للاميلوبلاستوما، ممكن نعوض بالفليكس لانه بكون جهود اقل نحن، والتكييف بالنسبه مناطق التثبيت بتكون اكثر تمام، ما في جهود اطباقيه عليه. ممكن نستعمل طريقه البيك ايضا للتعويض عن قاع الحجاج، عن قاع الحجاج ايضا والجدار الامامي للجيب الفكي. الخيارات مطروحة تمام لتعويض الكونتور الحجاج بشكل كامل بتقنية البيك ومادة البيك موجودة وهي متقبلة حيوان. أيضا في عندنا الصفائح التيتانيوم مطروعة ممكن تصميمها بشكل مسبق وطباعتها ثلاثية الأبعاد أو الصفائح الجاهزة. طبعا الفيديو الأخير رح نعرض لكم حالة أميلوبلاستوما تمام،
متعدد الحجر. الحالة تمت بدراسة والتصوير ثلاثي الأبعاد لتصميم صفيحة عظمية لتصميم صفيحة معدنية خاصة للتعويض تمام لتعويض مكان الفقد تمام تصميم السيرجيكال بروسيجر بالنسبة للمنطقة أيضا طباعة ثلاثية الأبعاد للصفيحة تم دمج الزرعات السنية مع هو معدن نقي تماما ومقاوم بشكل كامل تم دمج طبعا الزرعات في مع الصفيحة العظمية المصممة مكان القطع اختيار مكان القطع العظمي المطلوب تماما وأماكن التنخر again good idea to make a nice cut from the internal approach إجراء تقنية البيزو and these are the cutting guides which can be and precisely placed so that the cuts can be extremely precise that's where we are using the reciprocating saw blade a fine reciprocating saw blade can make a very fine cut because the titanium printed mandibular reconstructive تم إجراء الكشف العظمي is extremely difficult to trim so you need extreme amount بالكامل للمنطقة that's where these cutting guides are very very useful مكان القطع العظمي تماما مثل ما مختارينه حسب الطابعة والتصوير ثلاثي الأبعاد طبعا once the cuts have been done then you can use a simple osteotome many times with just finger pressure if the cut is you know precise then there is no problems at all and you can just excise the area طبعا بهالحاله من give good margin usually بالجراحات لازم يكون في عندنا دقه كثير كبيره في of the ameloblastoma and that's the في مكان القطع والقياسات المطلوبه تمام لانه اي اختلاف راح يكون في عندنا اختلاف ايضا في موضع اللقم الفكيه وايضا في ما راح تنطبق الصفيحه بشكل جيد واماكن تصميم الصفيحه المسبقه تمام ولا يمكن تعديل طبعا الصفيحه التيتانيوم تم طباعتها because it gives very normal contour of the mucosa too and it gets the patient to function immediately. قارني so we fix على المثال المطبوعة تبع ثلاثية الأبعاد لاحظينا into 10 mm screws usually about 4 or 5 on either side is good enough to bring in that rigidity and there is absolutely no movement. That's the تقنية VRF تم استعمالها to the opposite side and that is the precision with which you can get the shape and in a few weeks time you can't even make out that the patient had a huge resection تسريع الاندماج العظمي طبعا وعوامل النمو موجود لعوامل النمو integral part of this 3D printed patient specific prosthesis can have crowns also straight away لاحظين عبقري الانطباق كمان مع الاسنان العلويه and that's the occlusion تثبيت الصفيحه with the composite teeth this is also tried at the same time. That's the intermaxillary. شكل رائع من الحاف من الكونتور تمام شكل عنا من المنطقة. Very important to get a nice watertight closure and around the implants a cuff of epithelium forms around it. And if you have a long implant, إجراء جراحي مميز. Very minimal chance of dehiscence too. سهل نوعا ما على الجراح تمام لكن هو يتطلب كثير دقة من ناحية أول شيء التصوير تمام ثلاثي الأبعاد وأيضا الطباعة ثلاثية الأبعاد تكون دقيقة بشكل كامل 3D printed titanium prosthesis for mandibular reconstruction طبعا الإغلاق والكلوجر هو كثير مهم تماما عشان ما يصير في عنا أي انكشاف في المنطقة تمام؟ بشكر متابعتكم وبتمنى أن نكون قدمنا لمحة بسيطة عن الأميلوبلاستوما وطرق المعالجة الخاصة فيها مشكورين
بتمنى لكل الزملاء أوقات سعيدة، أحييكم، السلام عليكم.